خلينا ننتقل لحاجة تانية في المحافظات الساحلية اللي بتشهد حالة من التقلبات الجوية في الطقس، في رياح وفي سقوط أمطار متفاوتة على عدد من المناطق. طبعا الأجهزة المعنية رفعت حالة الطوارئ لرفع مياه الأمطار وكمان تسهيل حركة المواطنين. تعالوا نروح لمحافظة مطروح ونتعرف على تداعيات تقلبات الطقس، ومعانا على التليفون النهاردة الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، وطمنا على الاستعدادات ورفع حالة التأهب استعدادا لسقوط الأمطار. والله يا فندم، هو احنا عاملين طوارئ أصلا وفي حالة استعداد دائم بدءا من فصل الشتاء، ومن يومين كده جالنا التحذير من الأرصاد الجوية إن في أمطار متوقعة على مطروح من ابتداء من صباح الأمس، وبدأت النوة عندنا من أمس الساعة 9 صباحا في أمطار على مدينة السلوم. الساعة 9 صباحا أمطار متوسطة استمرت لمدة نص ساعة، وكانت متركزة أكثر في المناطق الصحراوية جنوب أو إبلي الطريق الساحلي. مدينة مطروح كان فيها عليها أمطار الساعة بدأت منطقة الكيلو 7 والكيلو 10، الأمطار بدأت فيها من 9:30 إلى 10 صباحا. عملت تجمعات مائية في الشوارع الرئيسية، والحمد لله تم التعامل معها ولم يغلق أي شارع أو طريق في مدينة مطروح. كان تركيز الأمطار أمس في مطروح بالنسبة للكيلو 7 والكيلو 10 والكيلو 5 كانت على خفيف كده شوية. الأمطار بدأت عندنا في مدينة وسيدي عبد الرحمن كان فيها أمطار من الساعة 10:30 لما الساعة 11 على الطريق الساحلي ولم يغلق، الحمد لله تم التعامل معها والطريق استمر في حركته العادية تماما. مدينة العالمين، العالمين القديمة والعالمين الجديدة ومارينا بدأت فيها أمطار خفيفة الساعة من 3 إلى 4، أمطار خفيفة ولكن لم ينتج عنها أي تجمعات، واستمرت الحياة الطبيعية في المنطقة تماما. نهاية الأمطار عندنا امبارح كانت حوالي الساعة 4 عصرا، دي نهاية الأمطار المتوسطة، والسحب خدت الاتجاه اسكندرية واتجاه الدلتا. والحمد لله في مطروح، منطقة مطروح بدءا من السلوم حتى مدينة العالمين والحمام السحب عندنا مش كثيفة قوي يعني، فالحمد لله الأمور مستقرة تماما من امبارح بعد الساعة 4. لما بتكون في أمطار شديدة وكثيفة ورعدية بالشكل ده وبتعمل تجمعات كبيرة، كلمنا عن الخطة للقضاء على التراكمات الموجودة في المياه في الشوارع، وإزاي بتصرفوا المياه وبتحركوا عملية السير والتأهيل على المواطنين؟ هو احنا مستعدين تماما لهذا الموضوع، وعندنا النقاط اللي بيبقى فيها تجمع الأمطار مرصودة، وبنبقى من قبلها لما بيجي لنا التحذير احنا بننشر المعدات بتاعتنا في اماكن التجمعات. واحنا اصلا من استعدادا من لفصل الشتاء كنا مستعدين ومطهرين شنايش الامطار، مسلكين شنايش الامطار اتجاه البحر، مطهرين المطابق ومطهرين بيارات الصرف الصحي استعدادا لتلقي اي كميه امطار تكون في الزياده المناسبه لمحطات الصرف الصحي. ايه اكثر الاماكن اللي دايما بتشهد كثافه مائيه في الشوارع كتير؟ لا، والحمد لله في النوة دي ما حصلتش التجمعات اللي تمنع الحركة، كان في تجمعات لكن تم التعامل معها بسيارات الصرف الصحي، سيارات سحب المياه. طيب بالنسبة للتيسيرات اللي بتحصل والنتيجة اللي احنا بنشوفها كويسة في تصريف المياه في الشوارع، بيبقى طبعا في تعاون بين الجهات التنفيذية في المحافظة وشركة الصرف الصحي للقضاء على كل التراكمات اللي موجودة في الشوارع. كلمنا عن التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية. فندم، في غرفة عمليات موجودة في المحافظة برئاسة السيد الوزير المحافظ ومعاه السيد السكرتير العام، دي احنا لنا مندوب متواجد معاهم فيها دائما، واحنا وعندنا غرفة عمليات خاصة بالشركة، فالتنسيق تام على اعلى مستوى بين الشركة والمحافظة. لما بيحصل حاجة زي كده بنبلغ معالي السيد المحافظ، بنبلغه بالاختيارات كلها، وهو بيدي توجيهاته لنشر المعدات ويتمم عليها وبيتأكد انها اتنشرت، وبنبلغ الشركة القابضة واللي عندنا في القاهرة، وبيكونوا متواصلين معانا، ولو احتاجنا دعم بنطلب منهم الدعم، ما احتاجناش بنبلغهم اول باول ان الامور تحت السيطره مش محتاجين دعم، لو احتاجنا دعم وحصل السنه اللي فاتت بنطلب الدعم وبتجي لنا عربيات من شركات شقيقه. تمام، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور ابراهيم خالد رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح.